يتكلم كثير من الناس في الصعود إلى القمر، وهل صعدوا إلى القمر أو لم يصعدوا إلى القمر. من أنكر الصعود إلى القمر أنكر لأنه قال إن القمر في السماء، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر وجبريل عليه السلام سيد الملائكة لم يدخل إلا بإذن، فكيف يدخل هؤلاء الكفار إلى السماء ويصلون إلى القمر بدون إذن؟ وهذا كله غير صحيح، بل الصحيح أن القمر ليس في السماء، القمر ملاصق للسماء، القمر قريب من السماء لكن ليس داخل السماء. ولذلك من وصل إلى القمر ليس بالضرورة، بل لا ليس صحيحا أنه دخل إلى السماء. وأما قول الله تبارك وتعالى وجعل القمر فيهن نورا، فإنه لا يلزم أن يكون داخل السماء، فإن الله تبارك وتعالى يقول لنا فامشوا في مناكبها، ونحن نمشي على مناكبها وليس في مناكبها. والمقصود وجعل القمر فيهن نورا أي جعل القمر عليهن نورا، وليس في السماء أي داخل السماء، فالقمر خارج السماء، وإنما هو من الكواكب القريبة من السماء. أما السماء فمحروسة محفوظة لا يدخلها أحد إلا بإذن، إلا بإذن، كما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل إلي أحد الأصدقاء رسالة يسألني فيها ما إذا كان القمر في السماء أم هو على حافة السماء، ويأتي هذا السؤال بعد أن استمع المذكور إلى حديث أو وعظ لأحد الشيوخ يقول فيه إن القمر ليس في السماء. وعندما عاودت التحقيق عن الحديث واستمعت إليه، يعني حديث الشيخ، وجدت أن الرجل قد وقع في مشكل، وهو القول بأن الإنسان قد وصل إلى القمر وقد نزل على القمر، وكان هذا كما تعلمون عام 69، حيث نزل على القمر رواد الفضاء الأمريكان، وصورت في وقتها الرحلة. ولكن بعد ذلك تم الادعاء بأن الإنسان لم يصل إلى القمر. أذكر في وقتها أن شيخا من شيوخ في الموصل أرسل في طلبي، وقد كنت وقتها في المرحلة النهائية في الثانوية، فذهبت إليه يسألني ما إذا كان صحيح أن الإنسان قد نزل على القمر. فقلت نعم، أنا يعني أصدق بأن الإنسان نزل على القمر، لأني منذ 3 سنوات في وقتها وأنا أراسل وكالة الفضاء الأمريكية وأعرف رحلات الفضاء، وأن المسألة لم تكن مفاجئة، إنما كانت قد تمت بعد مراحل طويلة وجهود كبيرة. فقال لي ولكن كيف وصلوا إلى القمر والله تعالى يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، فكيف اخترقوا السقف؟ هنالك سقف، والسقف بناء. استدل الرجل أيضا على أن هذا السقف بناء من آية أخرى، والسماء بناء، بالتالي يعني معه الحق في أن يتصور أن هنالك سقف على ارتفاع عالي، وأن هذا السقف يحيط بالأرض وهو السماء، وأن الوصول إلى القمر يقتضي اختراق هذا السقف، لقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وهو يتصور أن هذا بناء، يعني كما قلت من الآية والسماء بناء، بناء يعني مبنية من حجر أو طابوق أو بلوك أو أي شيء. الصحيح أن هذا موضوع يعني أو مسألة فعلا
يقف أمامها بعض الناس حائرين، خاصة أنه بعد ذلك صدرت على الإنترنت وموجودة ادعاءات تقول أن الأمريكان كذبوا، لم يصلوا إلى القمر ولم ينزلوا بشرا، إنما كانت مسرحية نفذوها في صحراء نيفادا أو في أي مكان آخر مناسب يظهر وكأنه سطح القمر. هنالك طبعا ادعاءات من هذا، ليس فقط من مسلمين أو من عرب، إنما حتى أمريكان يدعون أو أجانب أو غربيين، ويستدلون على ذلك بأدلة من صور الفضاء نفسها، ومنها مسألة أن العالم تحرك أو لم يتحرك والقمر ليس عليه هواء إلى آخره. لا أريد أن أدخل في هذه الميمعة وهذه الحجج اللي هي في الحقيقة حجج بالنتيجة باطلة يعني. لكن أعود فأقول أن الشيخ الذي قال أن القمر ليس في السماء له يعني استناد آخر، له سبب آخر يدفعه إلى هذا القول، ليس أن السماء بناء، وليس أنه سقف محفوظ، وليس أنه كيف خرق السقف المحفوظ، لا. إيش المشكلة التي يقع فيها؟ يعني يقع فيها أنه بعض الناس أنكروا وصول الإنسان إلى القمر، مثل الشيخ العراقي اللي ذكرناه رحمة الله عليه، لكن هذا الشيخ لي خرج المسألة تخريج جديد، قال لا، القمر ليس في السماء. إذن القمر ليس في السماء، أو هو على حافة السماء كما قال، ملتصق بالسماء. طبعا هذا كلام مصيبة، يعني نحن المسلمين الآن على محك أمام أمور أخرى سياسية واجتماعية ومواقف، متهمين بأمور كثيرة، اليوم نتهم أيضا بالجهل والتخلف أيضا. يعني يأتي كلام هذا الشيخ وغيره يساق كدليل فعلا على أننا أمة متخلفة يعني من كل الجوانب. ولذلك لما تخرج من بيننا جهات أو حركات أو تجمعات إرهابية وغيره، هذا شيء طبيعي يعني، هو شيء من التخلف يعني، وتخلفنا العلمي هو ما يؤكد بالفعل هذا التوجه. الآن التخلف ده ينعكس وين؟ على الدين، ده ينعكس على القرآن الكريم بلسان هؤلاء الشيوخ. هؤلاء الشيوخ المصيبة هم دليل، أو يتخذون من قبل أعداء الدين وأعداء الأمة يتخذون دليلا على أن الإسلام والمسلمين متخلفين، وسبب تخلف المسلمين هو دينهم. هكذا هي المصيبة، هكذا يكون الأمر مصيبة، وبالفعل نحن بحاجة إلى معالجة هذه المصيبة. القضية أن القمر ليس في السماء أو في السماء، هذه قضية اجتهاد قد يكون تفسير للقرآن الكريم. قبل عدة سنوات في عام 2008 نشرنا أنا وصديقي وأخي محمد خالد الزعبي أستاذ اللغة العربية، نشرنا بحثا في المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية في 39 صفحة، عنوانه السماء والسماوات، مفهوم السماء والسماوات في القرآن الكريم وعلوم الفلك المعاصرة. مفهوم السماء والسماوات له أوجه كثيرة في القرآن الكريم، فالسماء هي السحاب، قد تكون السحاب وأنزل من السماء ماء، وقد تكون السماء هي الغلاف الجوي أيضا، ولذلك ذهب أحد الأخوة إلى أن السماء هي فعلا يعني أو السماوات هي الغلاف الجوي، وقد تعني السماء ذراع المجرة الذي نحن فيه والذي نراه من نجوم، كل النجوم التي نراها، جميع النجوم التي نراها هي في الحقيقة بالعين المجردة، أقصد هي في ذراع من أذرع المجرة الخمسة أو الستة أو السبعة. المجرة مجرتنا درب التبانة هي من النوع السبايرال ولها أذرع.
فما نراه من النجوم هو أذرع هذه المجرة. لذلك يعني السماء، مفهوم السماء بالحقيقة هو نفسه له أوجه، وهذا أمر معروف كان، يعني أن القرآن حمال أوجه زين. ولكن المشكلة الأكبر هي مفهوم السماوات. السماء وردت في القرآن 120 مرة، والسماوات وردت في القرآن 190 مرة. هذا يعني أن المجموع 310 مرات السماء والسماوات وردت، لم تكن على وجه واحد، إنما هي على وجوه كثيرة. وفي هذا البحث حللنا هذه الوجوه، وتبين لنا أن الصعوبة الكبرى هي في مفهوم السماوات جمعا، حيث أن هذا المفهوم ليس فقط حمال أوجه كثيرة، وإنما مبهم، أي وذلك لأنه متشابه. المتشابه في القرآن غالبا ما يأتي في مثل هذه الآيات التي تعبر عن الأمور الكونية، هذا هو يعني المتشابه، وورد في أمور أخرى عديدة. وقد ميزها الدارسون السابقون، يعني السلف من السلف درسوا هذه الأمور وبينوها، ولكن ربما في أمور خفت عنهم لأن علوم عصرهم لم تكن تغطي هذه المسائل، ونحن واجبنا أن نطور المسألة يعني. فبالتالي القمر هو في السماء اصطلاحا فلكيا، السماء هذه التي فوقنا sky, the moon is in the sky. لكن هل ممكن أن أقول أنه ليس في السماء؟ لا، إلا إذا قصدت بالسماء شيء آخر، يعني حاولت أن أنت تعطي للسماء معاني أخرى روحانية أو غيره، أو يعني عندئذ القمر ليس في السماء. هنالك طائفة من الطوائف الدينية الغير إسلامية تعتبر كلمة السماء التي جاءت في القرآن تعني الشريعة، البهائيون على وجه التحديد يعتبرون أن كلمة السماء التي جاءت في القرآن الشريعة، فيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني يوم نجمع الشريعة ونطويها الإسلامية ونجيب شريعة ثانية مثلا وهكذا. فبالتالي أنت إذا تعطي للسماء معنى آخر فالقمر هذا الذي، وممكن أن تعطي للقمر معنى آخر، ممكن القمر خطيبتك يعني هي القمر، فبالتالي القمر خطيبتك مش في السماء. لكن المفردات التي حددها القرآن بلغة عربية فصيحة كتاب مبين، هذه المفردات القرآن الكريم حددها، مثلا القمر، القمر هو الشمس، الشمس المعهود، هذا الشيء المعهود المعروف، ما يصير احنا نجي ونسبغ معاني جديدة على كلمة القمر وكلمة الشمس او كلمة السماء ونعطيها معاني جديدة ونفسر على كيفنا بهذه الطريقة. لا، يجب أن نعود إلى اللغة العربية وأن نتذكر أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، لم ينزل يعني بطلاسم أو بلغة أعجمية، ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، عربي وعجمي. فالقمر هو الجرم المنير الذي يظهر في السماء بأطوار، يظهر هلالا ثم يظهر تربيعا ثم يظهر بدرا ثم يؤول إلى المحاق في نهاية الشهر القمري. هذا هو القمر، هو الجرم المنير الظاهر في السماء. وما هي السماء؟ السماء هي الفضاء الذي يمتد فوق الأرض إلى ما لا نهاية، هذا هو التعريف العام للسماء، تعريف العام جدا للسماء. قلت ظهر متشابه، يعني يوجد متشابه، قلت يوجد متشابه في القرآن الكريم، والمتشابه بالذات في مفهوم السماوات، السماوات متشابه بمعنى أنه يظهر على وجوه كثيرة ولا تستطيع أن تعطيه معنى واحدا أو معنى مشتركا. فقد مثلا السماوات السبع قد تشير إلى ربما للأفلاك السبعة في بعض الأحيان، ربما كما فسرها أحدهم تشير إلى طبقات الغلاف الجوي السبعة، يصير يعني هذه تفسيرات واردة.
لكن في كل الأحوال هو مصطلح متشابه، والمتشابه ورد في القرآن الكريم ليس لاختبار الناس وامتحان الناس أو يعني إمحانهم واستمحانهم. الغرض من المتشابه أو السبب في المتشابه أن القرآن الكريم هو من علم الله، وعلم الله علم مطلق، كيف تحويه لغة محدودة، اللغة العربية وهي لغة محدودة، بكل الأحوال هي لغة محدودة، لكي تحويه كان لابد أن يكون متشابها، لكي تحوي هذه اللغة المحدودة علم الله المطلق بمفردات اختارها الله سبحانه وتعالى بلغة عربية صحيحة، كان لابد أن تكون هذه المفردات تتحمل أوجه، لأن علمنا متطور وعلم الله المطلق ثابت، علمنا ناقص وعلم الله المطلق كامل، وبالتالي باستمرار احنا نكشف عن الوجوه الجديدة في القرآن الكريم وفي تفاسير المتشابه من القرآن الكريم. أما المحكم فهو واضح وصريح وبين، هكذا ينبغي أن نعود إلى رشدنا برأيي. وهاي الشيوخ بالمناسبة خلي بطلوا يتدخلوا هاي الأمور، وخلي يسألوا أهل العلم، وبهذه الحالة أهل العلم أهل الفلك وأهل الكونيات وأهل الفيزياء وأهل الكيمياء، مو أن رأسا يقضوا ما يشاء من كلام هيك على علاته، وبالتالي يحيرون الناس، وبالتالي يوقعون الناس في الفشل، ويوقعون الناس في مشكلة مواجهة ما يتهمون به من أنهم يعني يحملون أو يعتقدون بدين متخلف. وهذا مثال على يعني ما ينبغي عمله، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.